بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأستاذ عنود على التقديم. معكم أخوكم فهد السيابي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القرية الهندسية. راح أجاوب على سؤالك. المؤسسة القرية الهندسية عبارة عن مؤسسة عمانية بدأت في 2011، كان من ضمن أهدافها أن كيف تعمل طفرة في المجتمع. لاحظ أن في مجتمعات مثل اليابان وغيرها من مبنية على شيء اسمه إلكترونيات وبرمجة، فإذا نحن نريد المجتمع العماني أن ينافس المجتمعات الأمريكية المجتمعات في مجال التكنولوجيا، فلازم أطفالنا ما فقط يلعبوا يعني مجرد ألعاب، لا، يحتاج أنهم يكونوا أيضا يبرمجوا من ما في سن صغير جدا هذا الموضوع. فالقرية الهندسية أخذت هذه المبادرة وبدت في تأليف الكتب اللي زارنا طبعا في الركن. لاحظ أن في مؤلفات عمانية راح تكون في تحدي كبير، من ضمنها أن احنا لا نؤمن أن نحن في حد للموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال، قامت القرية الهندسية بجلب مجموعة من المناهج الأمريكية إلى عمان، بحيث حطينا هدف كيف نحن نكون أفضل من الأمريكان في مجال تأليف الكتب. صح، راح يكون فيه ناس محبطين ما علينا منهم، لكن راح يشوف إن شاء الله. مثل ما نقول دائما، تعلمنا كلمة يقول لك الميدان يحميدان إن شاء الله، فراح نكون موجودين في معرض الكتاب بإذن الله. وما زال الطموح موجود إن الكتب العمانية تصل إلى بإذن الله، وتشوف إن شاء الله يكون في هذه الدول. نقطة ثانية، نقطة راح يكون يحتاج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ما بين بعضهم البعض في تعاون من ناحية هذه المناهج. يعني مثلا نحن في الصيف الحين، أنا لا أروج عن القرية، بينما أعطي عبارة عن مبدأ حطيت إن تريد تشتري سيارة راح تشتري سيارة، لأنك أنت بتشتغل على أساس تشتري سيارة. لكن إذا حطيت إنك أنت إن الكوادر العمانية إن مثلا، خلينا مثلا على سبيل المثال بلندر، تخيل إن بلندر شخص عماني هو اللي عامل بلندر، ألا نفتخر كنا كعمانيين إن راح يكون هذا الموضوع؟ نتمنى إن نحن نصل إلى هذه المستويات، إن عبارة عن تطبيق من أيادي عمانية. هذا هو شعارنا راح يكون في خلال السنوات القادمة. حاليا بيننا وبين ما بين هيئة تقنية المعلومات وأيضا تعاونات سابقة مع وزارة التربية لإحداث تغيير في المجتمع في الناشئ. في مثلا على سبيل المثال، نلاحظ أحيانا توصلنا في الفيسبوك كذا فيديوهات إن هذه الدول بدأت تقريبا خلال قبل سنة وأكثر إن تدريس الإلكترونيات الابتكارات والاختراعات لأعمار نتكلم 7-8 سنوات. نسأل ليش؟ يعني هم مستعجلين هذا الموضوع، لأن إذا أنت عودته على أن يتعلم البرمجة في هذا السن، لما يوصل صف 10 و11 وش بيه؟ يقول لك أبا زيادة، إذا أوكي بتعطيه زيادة. يوصل عمره مثلا على سبيل المثال في الصف 7 و8 يقول لك أبا زيادة. إذا أسألكم سؤال، مثلا لما يدخل الجامعة وش بيسوي؟ إذا كل الأشياء اللي خلصها اللي يدرسها في الجامعة وما بعد الجامعة، فوش بيسوي في الجامعة؟ بيكون حاجة مختلفة جدا. أيضا من ضمن الأحلام والطموحات أن هذه المؤلفات تترجم باللغة الإنجليزية. خلاص هذا الشيء موجود، نحن عندنا اللغة العربية ومن ثم ننتقل للغة الإنجليزية. الكادر من تصميم الكتب من ناحية الرسومات كادر عماني، التأليف كادر عماني، الترجمة كادر عماني، المؤسسة عمانية 100%، هو عبارة عن منتج عماني 100%. القرية الهندسية بدأت أيضا في تقديم برامج لوزارة التربية في مجال تطوير المهارات، ما اكتفت إلى هذا المجال، أيضا دخلت في الجانب العسكري، فدخلنا تعاقدنا خرجنا في شهر 10 الدفعة الثانية من سلاح الإشارة الجيش السلطان العماني، وعقبال إن شاء الله أشياء وأشياء. تعاون في التربية، أول شيء نحن نؤمن أن ممكن أي فكرة تطبيقها على أرض الواقع، ليس هناك عبارة عن أفكار، هي ما يتم تطبيقها. يعني أي لو عندك أنت مثلا كنت عبارة عن من مجلس رئيسة مجلس الأمهات من وزارة التربية إلى آخره، أهم شيء أنك صاحبة فكرة ممكن تطبيقها. نعم ممكن، كل الأطراف تجتمع مع بعضها على طاولة واحدة بشعار نعم نصنع التغيير، راح نصنع التغيير سواء كان في الإلكترونيات أو في البرمجة أو في الميكانيكا إلى رايحين إلى الروبوت إن شاء الله. في معرض الكتاب القادم بإذن الله، إذا صار في وقت إن شاء الله، راح ينزل كتاب رازبيري باي بأيادي عمانية إن شاء الله، وراح يترجم للغة الإنجليزية. حاليا ما موجود، راح يكون في معرض الكتاب اللي هو راح يكون بعد 8 أيام تقريبا إن شاء الله. نطمح
أن الكتاب يكون عبارة مفتوح المصدر. مثل ما تعرفوا مثل هذه الكتب مكلفة، القرية الهندسية معتمدة ذاتيا على مصادرها، تقريبا أكثر من 27 مهندس عماني، من بدينا برأس مال 400 ريال في 2011 من غرفة 4 متر في 4 متر، كل التحديات كل الصعوبات مرينا فيها وما زلنا. نعم قد يكون من قد يكون شخص واحد من التحديات، لكن التحديات لابد منها على أساس أنك أنت تكون عبارة عن شخص متميز بإذن الله. طبعا أنا أهمية الرازبيري باي في العالم ككل يلا أهمية عملاقة جدا جدا. أنت تخيل يعني قدرات الكمبيوتر الخيالية اللي ممكن يسوي لك إياها موجودة في هذا الحجم. البعض منكم قد يكون يعني زار مثلا الأفلام وكذا ويشوف روبوتات تتحرك، بتشوف أن هذه الأشياء كلها معتمدة على الرازبيري باي. يعني تشوف شيء عملاق يشتغل بتحصل داخله موجود وإيش رازبيري باي في النهاية. فإذا ممكن يعني مثلا على سبيل المثال لو قلنا نحن نريد نعمل مقسة لمثلا مصنع يتحسس لك الحرارة والرطوبة وكذا، يرفع الداتا بالسيرفر وعندك انت ابليكيشن تعرف كل الاشياء اللي موجودة داخل، يحلل لك عن طريق ايميك بروسيسنج، يعني يعمل لك كل هذه الاشياء وتحطها في مكان وتعطيه 5 فولت وخلصت سالفة الموضوع. فاذا هي راح تكون عبارة عن الرازبيري باي. فالعالم يتجه الى هذا الجانب. يحتاج نحن كأمة ان خلاص اننا نحن نبتعد عن موقف المتفرج الى اي سؤال في كنحن كدول عربيه. وما اضفنا في عالم اليوم من التكنولوجيا من الصناعات العالميه، وش اللي اضفناه؟ يعني بس ننتظر ايفون ما اعرف كم وصلته، وننتظر الجالكسي متى ينزل، وننتظر السياره الفلانيه تنزل، وننزل وننزل وننتظر وننتظر وما زلنا ننتظر وننتظر. ايش رايكم انك لو كانت شركه مرسيدس عمانيه عربيه، ما لازم تكون عمانيه، ايش رايكم انت لو رحت احد الدول امريكا مثلا وشفت ان السياره موجوده هناك في امريكا، الا تحس بالفخر؟ نعم هذه صناعه، هذه من هناك، ترى من نفس الحله اللي انا فيها، هناك المصنع الام. مثل ما انا رحت قبل فتره في اليابان زرت يوكوهاما، يوكوهاما وزرت فرحت اني رحت زرت يوكوهاما. فما بالك ان لو شخص من يوكوهاما زار عمان وشاف الاطارات موجوده، شاف شعارات يوكوهاما، هذه هي عبارة من هناك. يحتاج يكون أحلام شباب الأمة مش فقط في الماديات، أحلام في الإنجازات في الطموحات. يومها راح أكون أمة مختلفة بإذن الله. حد عنده سؤال استفسار؟ حاليا أيضا القرية الهندسية دخلت في جانب الجامعات والكليات، راح يكون بين في الأيام الماضية أشرفت على تقريبا على أكثر من 500 مشروع بكالوريوس. ففي تعاونات لتطوير أيضا الكوادر، تعاون ما مشترك في النهاية. لا أقول أن القرية الهندسية هي 100%، القرية الهندسية ما تقدر إذا هي وحدها اعتمدت على نفسها ما بيكون نوصل مشوار بعيد، إنما تعاون المجتمع مع بعض البعض من أفراد من جهات حكومية وقطاع خاص بالاستطاعة أن نكون نصل إلى هذه المستويات بإذن الله. وأعتذر على الإطالة. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ شكرا جزيلا، تفضل. رازبيري باي وش؟ الأردوينو. أوكي، تقدر تقول بين الفرق بين الرازبيري والباي والأردوينو بين حاجة قدراتها بسيطة، والرازبيري باي عبارة عن كمبيوتر كامل متكامل ككل من قدرات خيالية. فممكن تقول عبارة عن 600 ضعف عادي بكل بساطة الموضوع. فالأردوينو حاجة يلها قدرات محدودة، طبعا عملت طفرة على مستوى العالم، وأيضا قرية هندسية لها مؤلف في هذا الجانب. القرية الهندسية حاطة عدة منهج معين، إذا نحن نريد نصنع التغيير لابد يكون على شكل سلم تسلسل في من ناحية الخبرات. أولا يدرس أشياء بسيطة في البرمجة مثل سكراتش اللي ذكرت الأستاذ عنود، ينتقل عن طريق البلوكس وهلم جرى. المرحلة الثانية يدخل للأردوينو، يبدأ عن طريق الكودات. المرحلة الثالثة اللي هي نتكلم فيها الرازبيري باي. الأردوينو نفسه مختلف من ناحية القدرات، من ناحية سرعة المعالج، من ناحية تعامله مع ما تقدر تحطيه فيه داخل لينكس، يعني مختلف من هذه الناحية. فتقدر أنك أنت تقول أن هذا عبارة عن شيء بسيط، لكن طبعا الناس اللي سووا المشاريع اللي موجودة، أنا ما أقول بسيط يعني معناها أن الأردوينو بسيطة جدا من ناحية قدراته. الأردوينو لو دخلت يوتيوب وكتبت أردوينو تشوفوا مشاريع عملاقة جدا. أقصدها
ان قدرات الرازبيري باي مقارنه بالاردوينو، الرازبيري باي حاجه خياليه جدا. جميل، اتمنى ان شاء الله نشوف هذا الوجوه في الايام القادمه هي من تصنع التغيير باذن الله. شكرا، شكرا جزيلا.